الله موضوع السياحة لأن تكون معتمدة كمدينة سياحية في عام 16 بالمثال، وتدرج على سلم الوزارة في كل السنوات القادمة حتى يعني يكثر زوار المدينة، وبالتالي يعني يساهموا في إنعاشها. جوافة من باب والحديقة من باب والمتحف التركي اللي وافقوا لنا عليه وهيعطونا تمويل له، الأتراك اللي هو بإقامة المتحف في داخل المبنى العثماني القديم وهو الأقدم في مدينة قلقيل اللي دخل في تراث العالم، اللي هو معمول المرابطين الأربع صفوف الواقفات والأربع صفوف اللي تحتي العمارة. الإدارة فوق المنارة الإدارة. لأن الحين عبارة عن مركز الباب العالي أو التمييز. هو قبل زمن الأطراف. التمييز أخذوه لكن هو بني زمن الأطراف، عمره الآن حوالي 105 سنوات، واللي فوق 100 سنة بيعتبروه هو قائم، أي مبنى بيعتبروه هو جزء من التراث العالمي. فاعتمدوا لنا إياه الأطراف لتمويله